بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبروك عواشر المغاربة كلهم. وبهذه المناسبة ديال شهر ديال رمضان وأن كنلقاو توافد ديال الناس بزاف اللي كتبغي دير سبور وكتلقى بايزون بحالك شي ناس كتسالي بكري كتلقى الفراغ ما بين ديك اونتر 16 و 18 ان عندها الوقت فين دير سبور وبحال كتقول الناس عندها واحد لونفي ديال سبور مي في الايام العاديه ما كيمكنش ديرو كتقول اني غنستافد في رمضان لو طون كو انا صايم راه غنطيح لو بوا وغادي زعما نقص هاد الدهون اللي عندي. الاشخاص اللي باغا تنقص الوزن ديالها في رمضان فكره مزيانه ومحببه على الجميع مي باغ كونتر ما خاصوش يديباسي واحد لو نيفو ديال 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 السبور قبل الفطور. الا كان بغى يدير هذا قبل الفطور هي الفكره مزيانه مي با كونط خاصو انه يخدم في واحد المده قصيره بزاف وبواحد لاطونسيتي لي هابطه ما غاديش يحرق بداك المستوى هو كيفكر فيه وانما غيبدا ديجا الفكره انه يزاول الرياضه. اذا المده هي ما بين 20 مينوت حتى ل 30 مينوت وكتكون غير ماشي ماشي علاش حيت لو كور ديالنا محتاج للسكر. اذا هذا الشخص مي غيدير الرياضه اوتوماتيكمون غادي ياخذ من لو ستوك ديال لاغريس ديالو سي بيان غيضعف ويني بلو سوار مي غادي ياكل وغيمشي يريح في لو كافي ولا غيصلي وهذا من بعد غادي يمشي يعاود ياكل وينعس غادي دوبل نسبه الدهون في الجسم ديالو. اذا هنا ينصح ان الشخص الا كان غادي يدير الرياضه ديالو خاصو ايكيليبري لاليمونطاسيون ديالو التغذيه ديالو مهمه. هنا تلعب الدور الماكله ديالنا. اذا 70% لاليمونطاسيون 30% رياضه. هاد لاليمونطاسيون واحد العالم اللي عنده اخصائيين ديالو. حنا الرياضيين عندنا واحد الفكره اننا نقدموا للانسان هو انه يكون عنده ان ايكيليبر اليمونتير انه يوازن التغذيه ديالو مي كاين اطباء واخصائيين في هذا الميدان ديال التغذيه. بالنسبه للرياضه انا كاخصائي رياضي كنصح الناس انهم يديروا الرياضه من بعد الفطور بساعتين. فطرت صليت ساليت غنمشي ندير الرياضه ديالي. اذا ساعتين يلا نهضم الماكله ديالي يلا لا سيركلاسيون دو سون ديالي ستابيليزا ما يبقاش الدم عندي كله مكونسونطري في الاستوما ديالي مي التغذيه ديالنا خاصها تكون بحالها بحال الايام العاديه ابار رمضان. عندنا فطور غدا عشاء. اذا عندنا الفطور عندنا العشاء وعندنا السحور والتغذيه تكون غنيه بالبروتينات وبالالياف الالياف وبالليبيد الليبيد الصحيه اللي في الافوكا زيت العود اكسيتيرا وبالكربوهيدرات التمور الروز. اذا ماشي بالحلويات والشباكيه والطحين وهذا. اذا انا اللي كنصح به هو التغذيه السليمه والاستشاره مع اخصائيين رياضيين اللي غيعطيوك البرنامج اللي غيادابتي مع لوكا ديالك لوكا ديال لا سونتي ديالك لوكا ديال الوزن ديالك ولوكا ديال لاج ديالك وطبيعه العمل ديالك.